ويتجدد لقائنا مرة تانية مع دفتر أحوال. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من دفتر أحوال، البرنامج اللي اتعمل عشانكم، البرنامج القانوني تقريبا الوحيد على الساحة اللي بيخدم المصريين، بيخدم المواطن، مش بس في إنه يعرف حقه، إنه يعرف مشاكله وواجباته والتزاماته، كمان بنساعد بعض، كمان ده دورنا إن احنا نساعد بعض في كل ما يهم المواطن من خدمات. عندك مشكلة في الصحة، عندك مشكلة في التموين، عندك مشكلة اجتماعية مش بس مادية، بتلجأ لدفتر أحوال. اللجوء لله عز وجل أولا وأخيرا، إنما دفتر أحوال هو دوره إنه بيوصل صوتك. زي ما قلنا إن الإعلام منبر، لازم يكون ليه هدف، ده دورنا بإذن الله. مش عايز أطول عليكم كتير، إنما عايز أدخل في موضوع الحلقة وهو الأهم بالنسبة لي. جالنا اتصالات كتير قوي على صفحة دفتر أحوال وعلى أرقام تليفوناتنا اللي موجودة دايما على الشاشة طوال الأسبوع. دايما برجع أعيد عليكم تاني إنه دفتر أحوال مش موجود بس في ساعة على الهواء يوم في الأسبوع، بالعكس البرنامج موجود طوال الأسبوع. إزاي؟ موجود عن طريق أرقام التليفونات ما بتتقفلش، موجود عن طريق صفحة التواصل الاجتماعي، صفحة الفيسبوك بتاعتنا دفتر أحوال، بنستقبل عليها دايما شكواكم واتصالاتكم واستغاثاتكم، كل ما يهم المواطن المصري، كل المحافظات، بنشتغل على كل المحافظات، بنوصل صوتك. ارجع واقول الاعلام الهادف هو ده دوره، هو انه يوصل صوت المواطن. ازاي؟ انه يوصل صوت المظلوم، صوت اللي مش عارف يوصل له حقه. جالي اتصالات وجالي موضوع مهم قوي بالظبط من 4 ايام. واحده بتقول انا عايزه قايمه عفشي اعمل ايه. الموضوع خد جدال بيني وبينها كتير قوي على صفحه التواصل على الفيسبوك، وقعدت ارد عليها تقريبا قعدت يعني قعدتنا كتير جدا عشان تفهم حقوقها فين. انا مبسوط ان انا تعبت معاها في التواصل، ومبسوط ان انا عرفت اوصل لها نتيجه، لكن بيني وبين نفسي قلت دي حاله في مصر واحده. طب احنا عندنا مئات الالاف من الحالات اللي مش عارفه حقوقها هنا. فرجعنا عملنا يعني احصائيه كده، ولقينا الموضوع كتير قوي، كميه حالات تقاضي ضخمه جدا في قائمة المنقولات. استعنا باتنين من أهم الخبراء القانونيين أنا في وجهة نظري، وهم ضيوفي في الحلقة، ويمكن أنا اللي ضيفهم في الجزئية دي تحديدا، من حجم المعلومات اللي بإذن الله يوصله لي ويوصله لكم. استعنت بالمستشار وليد عبد الحميد، المحامي بالنقض والإدارية العليا. حابب أرحب بيه الأول، نورتنا. بشكرك مبدئيا على الهوا، وبقول شكر ليك خاص انك لبيت النداء. الله يخليك. في انك توصل لنا المعلومه. حابب ارحب بالاستاذه فاطمه العياط، المحاميه بالاستئناف العالي ومجلس الدوله، اللي سالناها برضو في الموضوع واخذنا رايها من الوجهه النسائيه والقانونيه، واستجابت. وحابب ارحب بيكي جدا واشكرك. اهلا بيك، وانا مبسوطه ان انا معاكم النهارده. احنا اللي مبسوطين والمشاهدين. حابب افكر كل المشاهدين واقول لكم ارقامنا موجوده على الشاشه، يعني بطلب كده من الاعداد من فضلكم نزلوا الارقام دايما ونكون متواصلين مع الناس. موضوع الحلقه النهارده هو قائمه المنقولات، انما عندك اي مشكله كلمنا. معانا فريق قانوني موجود على الشاشه معانا دلوقتي هيرد على كل استفساراتكم. اولهم أنا، ثانيهم وأهمهم المستشار وليد عبد الحميد والأستاذة فاطمة. أدخل على طول في الموضوع. حابب أوجه سؤالي للمستشار وليد وأقول له إيه هي قائمة المنقولات؟ هي حضرتك قائمة المنقولات تعرف عليها الجمهور أو الشعب في مصر من حوالي، ظهرت قائمة المنقولات من حوالي 150 سنة. 150 سنة؟ كانوا في ان الزوج لما بيجي يتزوج كان العرف عندنا في مصر كان ولا يزال ان الزوج هو اللي بيقوم بتجهيز السكن وبتجهيز بتوفير السكن. على طبق الشرع الاسلاميه الزوج هو المسؤول عن توفير السكن، المكان اللي يسكنوا فيه. فجرى العرف ان الزوج لو بيقدم مهر، لان خد بالك العرف هنا جري بعيد عن الشرع خالص،
اذا انا حابب بس اضيف لسيادتك، يعني انا بسالك كده بقى بجمله ان سيادتك اللي فتحت الموضوع، اذا هو الموضوع قائمه المنقولات هو ليس شرعي؟ لا مش شرع، مش من اركان الزواج. ما انا هقول لحضرتك، لا ده احنا ده دي معلومات حابب يوجهها المستشار وليد. احنا طبعا الواحد خلاص الواحد سنه كبر فبيحب يقول معلومه عشان حتى يعمل حاجه كويسه او خير. حضرتك الشريعه الاسلاميه مش ركن من اركانها القائمه. يمكن كنا قبل الهوا الاستاذه بنتكلم ان في ناس بتوقف عقد القران على توقيع القائمه. انا فعلا حابب يعني اقول للمشاهد انه حصل نقاش قانوني كده ما بين المستشار وليد والاستاذه فاطمه، وكانوا بيتناقشوا ما بين انه شرعيه قائمه المنقولات من عدمها بالظبط، واتفقتوا متهيألي على ما هو عرف مش عرف زي ما استاذ وليد بيقول. ما جت من 150 سنه ظهرت القائمه، بس كانت العمليه بسيطه. فالشريعه الوضع كان ايه؟ الشريعه الاسلاميه ان الزوج بيقدم المهر للولي والولي بيديه للزوجه وهي حره تجهز تاخد المهر ده توزعه وتزكي بيه تجيب بيه ذهب تولع في الفلوس بخور، هي ملكيه خاصه ليها. لذلك انت عايز تقولي انه خلاص لما اتطورت ازاي بقى اتطورت كده وبقى بقى عدم المهر ده القصه بقى ما تابعت القصه دي. يعني عارف القائمه المنقولات اللي بيجي كذا قناه، كنت احد القنوات الاجنبيه طلبوا بقى الاجانب ليهم شغل تاني خالص، طلبوا مني اعمل بحث حتى اشتغل لهم في الحلقه حوالي شهر. قعدت ارجع بقى في التاريخ قائمه المنقولات دي ظهرت ازاي. كان زمان الشقق لما انت تشوف الجاردن سيتي او العباسيه كانت الشقق كبيره 6 غرف و7 غرف فكان 7 غرف صح. شفت شقه 7 غرف تملى الشقه دي ازاي قامت منها؟ فكانوا بيعملوا ايه؟ كان بيجي الاب بينفق، وكان من الوجاهه الاجتماعيه. تمام. كان اصل الوجاهه الاجتماعيه والد الزوجه. الواجهه الاجتماعيه ابراهيم بيه واستاذ فاطمه طبعا انا اكبر مني في السن، فدي انا شفت بقى بتتغير من كل 10 سنين من زمن لزمن. من 10 سنين كان معاه الموبايل واجهه اجتماعيه صح، كان حتى في الاغنيه بتاعت محمد هنيدي اجيب لي دش والموبايل صح خلاص صح. فالواجهه الاجتماعيه، فكانت الواجهه الاجتماعيه يا جماعه اياميها ان الاب بيجهز بنته بافخر انواع الجهاز، بس كانت الدنيا رخيصه، غرفه نوم مش عارف ايه وطقم صارون ايه وطقم صينيه ونيش وبدع النهارده ممكن ما تبقاش يعني مطلوبه في البيت لا المصري. وحضرتك كمان لو ترجع للسبعينات كان في اغنيه للمطربه ليلى نظمي للفيديو في الجهاز ده ناجل الجواز. شوف فاكر الكلام. فكان الواجهه الاجتماعيه، فانا بقول لك لما قعدت ابحث للقناه الامريكيه دي على القائمه لقيت ان الدنيا اتطورت، فاصبح القائمه دي ظهرت في خلال 150 سنه. احنا عملناها ركن من اركان الزواج يا فندم. انا قلت يا ابراهيم بيه ان ما فيش قائمه منقولات بيقف الجواز. لا انا حابب اسال بقى الاستاذه فاطمه كده، وعايز اقول لها واوجه لها هي سؤال، ويعني ده برضو اجابته للمشاهدين مش لينا. محاميه ولا بصفتي؟ لا 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 محاميه ولا مشكله انت بقى قانونيه. الاستاذه فاطمه عايز اقول لك يعني هي انت كده بتقول لنا انه قائمه المنقولات شرعيه ام عرفيه؟ لا هي عرفيه. عرفية؟ لا الشرع ما قالش عليها لا تمت للشرع بشيء، لكن ده عرف احنا اعتدنا عليه على اساس او في اعتقادنا ان ده بيحفظ حقها. النهارده هي لما بيبقى في دعاوى قضائيه مثلا خاصه طبعا في محاكم الاحوال الشخصيه بتاخد وقت كتير، هي في الاخر في الاول في الاخر بتاخد حقها، عشان بس نبقى متفقين بقى بالمتجمد بالطرق التنفيذيه ايا ما كان الامر، هي في النهايه بتاخد حقها، بس اللي يجيب من الاخر ايه؟ القايمة. احنا النهارده بنرتكز على كده، بقيناش نكتب كتاب لما بيبقى فيه قايمة، خلاص هي عقيده عندنا ده اللي يحفظ حقها. لكنه عرف في الاول وفي الاخر. لا عرف. لكنه السؤال اللي حابب اوجهه لسيادتك كده، هو يبطل الجواز عدم كتابه القايمة؟ لا ما يبطلش الزواج قانونا. لا. بسال يعني خليني اخرج بره اطار الشرع علشان بس المشاهد يبقى واصل له المعلومه. لا قانونا ما يبطلش، يعني يجوز ان مواطن مصري ومواطنه مصريه يتجوزوا من غير قايمه؟ يتجوزوا بلا قايمه منقولات؟ ايوه. بس هنا نرجع للاختلاف في الفرق في المفهوم. في ايه؟ انا النهارده بامنك وبديلك بنتي، تمام، هكتب قايمه منقولات ونختلف عليها. يعني في ناس بتقول ده عن تجارب شخصيه بقى نكتب اللي جه، وفي اللي يقول لك لا هنختلف على ذهب ده بالنسبه بقى لتفاصيل القايمه، والذهب بعد كده حتى لو ما جاش لكن لازم يتكتب،
وفي اللي يعمل لازم القايمه رينج تختلف فعلا زي كده. الوظيفات ما فعلا بتقول من ثقافات من محافظه للمحافظه في ناس ما بتعقدش القرارات يعني انا وهي متفقين ما بيعقدوش القرار مش انا بس يا فندم كاتب الكتاب يرجع والعروسه تروح لو ما اتكتبتش اي والله بيتم الطلاق الزوج يقول لهم انا حضرت حالي انا كنت في احدى المحافظات انا حابب بس اخد الاتصال وارجع اكمل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا نبيله نصي. اتفضلي يا فندم مورينا. حضرتك انا مطلقه من شهرين وحابه ان انا نطلب مستحقاتي من جوزي بس في حوالي كتير فهو مش حابب يديها لي. انا والدي متوفي ووالدتي متوفيه فمش عارفه اطلق لحد. حضرتك محافظتي الاول؟ اسيوط. اسيوط. طيب حضرتك انت يعني عشان موضوع الحلقه انت عندك قايمه منقولات ولا لا؟ معايا القسيمه بس اخدها مني. القسيمه قائمه المنقولات قايمه القايمه معاكي قايمه ولا لا؟ انا معيش انا مش عارفه بس انا سن صغير على فكره بس اللي افهمه ان عندي قسيمه اللي فيها الصورتين بس. هو اللي طلقها اخدها مني. هو طلقك غيابي ولا هي راحت عند ولا انت طلقت مرتين. طلقي غيابي شفويا كده ولا بورقه وعند مأذون؟ شفويا بشويا قال لي انا بكامل قوايا العقليه بقول لك انت طالق للمره الثانيه. لكن عند مأذون وبعت لك قسيمه الطلاق ما حصلش. لا ما بعتليش هو رماني كده يعتبر ان حضرتك عندك اولاد ولا لا؟ عندي بنت وخالي. طيب حضرتك تابعيني يا استاذه رجلاء وهيكون عندك رد كامل من المستشار وليد والاستاذه فاطمه تعمل ايه؟ اول حاجه هنا حضرتك في التعديلات القانون الجديد بتاعه اثبات الطلاق وواقعات الزواج والطلاق كده ما يعتبرش طلاق قانونا ما طلقهاش. هو شرعا يعد لا هنا شرعا حتى لو هي راحت دار الافتاء او في دار الافتاء او راحت للجان في الازهر هنا لا يعتد بالطلاق ده لان لازم في شروط. هو رمى عليها اليمين الطلاق. بس حضرتك هي مش بمزاجنا القصه دي. اه. دي ليها اطار شرعي. ليها اطار. مش بمزاج كل واحد يخترع ويالف الدنيا بقى. بس انا اتفق مع حضرتك لان في واحده اتطلقت ثلاث مرات ولكن مره واحده عند المأذون. فلما راحوا الازهر ما اعتدتش غير بواحده. ما انا بقول لحضرتك خبره عمليه بقى. خلينا هنا. الشيخ محمد المسير الله يرحمه صديقي الله يعني. الله يرحمه. فروحت له في واقعه زي كده 13 يمين طلاق مش فالزوج عنده سكر وبعدين كان عنده كبد وعصبي يمين الطلاق ده كل شويه يرمي اتاخرت عمال الرز وطلع السلم يروح مطلقها. بس النهارده هو هنا عنده هنا مبرر. حضرتك هو عنده هنا حضرتك لانه يتم يعني اعفائه من الطلاق لان دي ظروف. اه لا طب خلينا النهارده واحد في كامل قوه في الحاله دي حضرتك هنا القانون قال مختلف عن الشرع صح؟ لا مش الشرع كمان ده هو مطابق للشرع هنا لا يعتد بواقعة الطلاق دي لعدم توثيقها انما اذا في اثنين شهود وهي حبت تثبت الطلاق اثنين شهود لراجل واثنين ستات لاربع ستات واخد بالك وراحت تثبت الطلاق ده يبقى هنا هو يتحاكم ويتحبس شهر لعدم توثيق الطلاق في خلال شهر. دي يبقى واقعة الطلاق او الزواج لازم توثق في خلال شهر من تحريرها وقوع اليمين او وقوعها هو لو رمى اليمين عليها لازم في خلال شهر يروح عند المأذون. عن طريق ازاي عن طريق ايه تروح تعمل المأذون هي لا هي بتقول له جوزي لا 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 ما تروحش للمأذون بتروح على محكمه الاسره تمام بس يبقى معاها شهود برضه احنا بنعمل ايه بننصح الناس تاخد الشهود على الشهر العقاري الاول عشان ما تتعبش في المحكمه تاخد الشهود في الشهر العقاري يقولوا انا فلان الفلاني سمعت وشفت وادركت شوف الكلام ازاي سمعت وشفت وادركت ان فلان الفلاني قام بالقاء اليمين الطلاق على فلانه الفلانيه. طب ده قد يعني قد لا يحدث في معظم الحالات انه دايما بتكون خلافات جوه اطار الشقه فبيصعب قوي. واوقات الشارع العقاري بيرفض يا فندم تنسيق شهاده اوقات الشارع العقاري يرفض. هرجع اسال استاذه فاطمه عن ده تعسف يا شارع العقاري. هرجع اسال استاذه فاطمه يعني بس بعد ما اخد الاتصال ده عن تاخد حقها قانوني ازاي؟ اسباب الاتصال ظهر اتصال قطع يعني نحاول اتصال مره ثانيه. استاذه فاطمه خلينا نتكلم دلوقتي هي تاخد حقها ازاي؟
زي ما كنا بنتكلم انا واستاذ وليد قبل الحلقه، بتتصل بالنجده وتيجي هتثبت ان هي مقيمه وده مسكن الزوجيه، طبعا كده كده في سكان وفي ناس وفي ناس شاهده وعارفه ان ده مسكن الزوجيه، وهتثبت قايمه المنقولات بتاعتها وتواجدها في الشقه في محضر رسمي. ما هو ليه؟ ما هو ملهاش حل طب تاني، ملهاش قايم. اثبتتها هتقدر تاخد بعد باقي حقوقها ازاي بقى؟ هترفع دعوه بعد كده وتكمل اجراءاتها القانونيه عادي جدا. لازم تلجأ لمحامي. ما هو مش شرط، مش هو ده المعتاد عشان تقدر تنجز. انا عايز اوصل لها دايما، انا عايز اوصل حابب اوصل للمشاهد دايما حقه يوصل له ازاي. ما هي هنا هقول لحضرتك على حاجه، احنا عندنا بس نفرق ان دور المحامي هنا بقى مهم. ليه؟ لان هو اضرب الفنيات بتاعه التعامل. هو ده اللي بيقول عليه الثقافه القانونيه اللي عايزه انقلها بالظبط. هي اوريدي خلاص عملت مثلا النجده او حد ارشدها او زقلت حد زميله وقام بالتوجيه ليها، تمام، هكمل بقى ازاي؟ ما انا مش هقف بعد كده والمذكره اتعملت مثلا وخلاص او اثبتت ده في محضر الرسم. ببتدي بعد كده ناخد مثلا صوره رسميه او صوره طبق الاصل منه، وابتدي ارفع دعوه جنحه وشرع عاديه جدا، وابتدي اكمل اجراءاتي قانونيه. اللي هيقدر يقوم بفنيات الدعوه واجراءاتها محامي. مظبوط. هنا لازم نعرف ان المحامي ليه دور. كمتخصص في بالظبط، ده شغله دي. هو او اضرب ده فرض زي الدكتور بالظبط في الحاله المرضيه، هنلجأ لمين؟ الممارسه العمليه هنا بالنسبه له بتفرق يعني. ده كلام جميل. طب عايز اسال، ناخد اتصال بس ام حمزه الاول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا فندم. لو سمحت حضرتك انا عندي سؤال. اتفضلي يا فندم. لو سمحت، كان زوجي يعني متجوز قبلي هو اخته ولاد يعني بدل. لا تاني. جوزي قبلي متجوز، اللي كان متجوز. كان متجوز قبليكي، انت الزوجه الثانيه. هو واخته. هو واخته ازاي؟ مش فاهم. حضرتك وصل لك كده؟ لا مش اخت جوزها. اخت جوزها كانت متجوزه اخوها. طب حضرتك حاولي تتصلي بينا تاني، لان انا عندي نفسي اشتياق لان انا اسمع الموضوع والمشكله. جواز بدل، جواز بدل. ما انا احنا بنتوقع. ايوه اخوها متجوزين اثنين اخوات، صح كده يا استاذ مريم؟ بالظبط كده. حابين نسمع المشكله بقى. ده بقى بيبقى موجود في راجل بحر وابن اسمه جواز بدل. كتير. ده كله المشاكل بقى والله. الطلاق بقع في طفل على طول. يعني ده طلعوا واحد يطلع في عيل. لا والله انت طلعت اختي. بيتحمي على اخوه او على يلا روحي جنب استاذه ليد. صح، بيتحمي قوي. اختي اتطلقت يعني، انا اخويا اتطلق وانا هفضل قاعده في جوز، مش لازم ازعل على اخويا. صح، اتطلق انا كمان. ايا كان خراب الاستعداد اللي بيقولوا عليه خراب. زي ما هو فرحه مجمعه هو برضه في الخراب لا قدر الله. خراب مجمع مستعجل بيسموه كده. طيب انا عايز اسال سؤال يعني تاني برضو، حابب ان يعني دي معظم الاسئله دي هي اللي جات لي على الـ على الـ على الصفحه وجات لنا من الاتصالات، انه جريمه الجريمه نفسها بتاعت قايمه المنقولات النهارده تقدر الزوجه تحرر محضر او ترفع قايمه منقولاتها وهي العلاقه الزوجيه قائمه؟ طبعا تستطيع الزوجه تحريك الدعوه الجنائيه بلا قيد وشرط، بس في حاجتين. ان الزوجه هنا احنا دايما بناخد براءه للزوج في الاغلب الاعم ان هي بتروح للمحامي بيعمل بالتوكيل. لا، جريمه خيانه الامانه هي عايزه لا تروح بنفسها، لا بتعمل توكيل خاص. توكيل خاص برفع بتحريك الدعوه الجنائيه في واقعه التبديد. طب خلاص، هي ما عملتش التوكيل وقالت للمحامي وراح بنتكلم في الشكل، ممكن نضرب القضيه كده. طيب انما هي حضرتك حق للزوجه والعلاقه الزوجيه قائمه ان تطالب بقائمه المنقولات، شريطه ان تكون المنقولات قد بددت. قد بددت يعني فعلا الزوج خدها وساب الشقه. هي تروح تعمل، ما هقول لك حاجه بدون ذكر اسماء، كان عندي شخصيتين عامه يعني حاجه تقال جدا يعني. عملت محضر في الزوج في الدقي انه بدد قائمه المنقولات، والراجل كان في شخصيه تقيله جدا في مكان ممنوع لان هو يبقى جميل. عليه جريمه التبديد دي جريمه مخله بالشرف تفصله من عمله. جميل. فبصراحه توجهت للمحامي العام قلت له الست اللي عامله المحضر والراجل خد حكم غيابي المنقولات كلها قاعد عليها دلوقتي حالا. قال لي لا. قلت له انا بقول لحضرتك كده، هو راجل زميل ليك وموجود ايه المنقولات بغض النظر عن عن وظيفته، احنا بنتكلم في الجريمه نفسها. بس لا، ما ينفعش، كان في سلطه قضائيه ما ينفعش يبقى عليه جريمه تبديد. صعب نتكلم في المنطقيه. ما ينفعش عليه جريمه تبديد ولا محامي مهندس اي مهني. لو اي ما ينفعش عليه جريمه تبديد. واي موظف عارف موظف عارف موظف البريد مظبوط، لو عليه جريمه تبديد خيانه امانه يترفض. مظبوط، جريمه لما تجيش تعرف قطاع خاص. مظبوط، تبديد. المهم حضرتك الموقع اللي مش هنساه في حياتي لو كان على القائمه. قلت له انا طالب من حضرتك معاينه لسكن الزوجيه بتاعها. تمام. نشوف هل الراجل بدد ولا ما بددش. تعب معانا اتنين امناء شرطه بتوع استيفا النيابه،
سبحانك يا رب. الحاجه موجوده في القايمه وصفا وتفصيلا. تفصيلا اللي موجود اللي الست قاعده عليه. شكرا، سلام عليكم. عملنا المحضر عينه الحق. هي مش ناقصه صفات معاك، مش حاجه ناقصه. كان بصراحه ناقص حوالي 4 اطباق، وكان اللي جايبين في القايمه طقم الماني. الراجل قلت له يا عم تعالى نطلع بورسعيد نجيبهم ونيجي. رحنا القضيه راحت خبير عشان ال4 اطباق. ايوه انا عندي واحده راحت تكييف. قالت مش لطف. بشوف بقى مع الست عشان تكييف والله. قالت التبديد ولا صفات. قالت لا الاطباق دي مش بتاعتي. قلت لها انا بورسعيد جبنا لها 4 بداله، بس ما لقيناش نفس درجه اللون. يعني بص دي سودا. فهمت. راحت خبير. يعني شوف القانون لازم يعني ده اللي حابب اوصله للمشاهد، انه كده مفيهاش لازم قايمه المنقولات لا يجوز فيها استبدال. حضرتك كان عندي راجل بكالوريوس تجاره ورئيس مخازن في شركه كبيره. قال لي لا لا ده فيها. قلت له بص يا حبيبي القايمه، انت استلمت 10 معالق بعد 50 سنه زواج تسلم ال 10 معالق بقى، ما فيهاش لا تالف ولا هادف. انا بسالك السؤال ده فعلا. يبقى الزوجه نتفق من حقها تحرك الدعوه الجنائيه اذا كانت منقولاتها بددت. صح يا استاذه فاطمه؟ صح، لان احنا عندنا فعلا. اذا يعني انا عايز اسالك يا استاذه فاطمه، اقول لك ان انا دلوقتي انا زوج قد اختلفت مع زوجتي، تمام، لا قدر الله يعني افاجئ الصبح وانا نايم في بيتي بان انا متهم في قضيه تبديد. هنا هنرجع لسوء الفهم بقى وسوء الثقافه، سوء الاخلاق. ده في نظري الشخصي، يعني انا مسؤوله عن ده. لان النهارده ايه وارد ان يحصل خلاف. اولا مزبوط. احنا ما شاء الله عندنا القانون في صف المراه رقم واحد، يعني بامانه انتم مهدرين حقوقكم معانا. كويس قوي، يعني دي شهاده محترمه والله. شهاده حق والله. شهاده لله. يعني دي شهاده حق من الاستاذه فاطمه. حضرتك انا ممكن من الصباحيه اروح احبسه عادي، مش زعلتني، مش منعتني ان اروح لماما، بس مش قلت لي ما تنزليش، مش كلمتني وصوتك عالي عليا، يا نهار اسود. لا يعني ده انت يومك مش هيعدي. احنا معانا اتصال بقى من انسه دينا، فنعرف بقى حقها فين هو كمان. السلام عليكم استاذه دينا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. انا حضرتك بحب، انا سؤالي ايه؟ انا بابا وماما يعني متجوزين من زمان، والقايمه مكتوب فيها 1000 جنيه. فهو دلوقتي بيهددها بالطلاق وبيقول لها 1000 جنيه، يعني دي حاجه بسيطه ممكن بيديها لها عادي يعني. صح. وبيهددها بالموضوع ده، ودلوقتي طيب هددت في حاله طلاقهم. احنا يعني ايه؟ احنا كبار يعني، بناتهم كبار. في حاله طلاقهم بقى المحكمه هتحكم يعني للشقه مين؟ لبابا ولا لماما؟ واحنا متضمنين لطرف ماما طبعا. قبل ما اسالكم في القانون وقبل ما اسالكم ونرد عليكم، انتوا دوركم فين؟ انت يعني ما شاء الله شايفك كبيره اهو. انتوا دوركم فين كابناء؟ وصلتوا لحل الخلاف ده ولا لا؟ لا بصراحه احنا مش عارفين نوصل لحل خالص طبعا، الامور متعثره جدا وكده يعني. انتوا كبرتوا، المفروض انكم تحاولوا تهدوا الامر الى حد ما شويه يعني. نضجكم ده يخليكم ليكم دور. فالمشكله مش مشكله قانونيه بحته، والرد عليها برد قانوني، انما دي اجتماعيات. انت طرف في ده، في في في, في حل ده، وانت طرف كمان كبير جدا في انك تساعدي للم الشمل ده. لا صعب لحضرتك. طيب. صعب طبعا. هيرد عليكي حالا الاستاذه فاطمه والمستشار وليد في ال. نرجع بس نقطه مهمه قوي عشان ما نعديهاش، لان دي مهمه بالنسبه لي. فاحنا لازم 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 نفرق امتى ارجع لرفع جنحه مثلا منقوليات او اقامه الدعوه. خلي يكون عندنا خلاف حقيقي، خلي نكون استنفذنا كل الطرق الودية. يعني بلاش، انا بالنسبة لي صعب قوي ان انا اروح مثلا ابني بعد كده بيجي في المستقبل داخل الكلية ولا بتاعي يلاقي مامته هي اللي حبسة باباه في جنحة قايمة. ده كلام مظبوط. فصعب، احنا كده بنشن قوي. مش بلاش نستسهل المحاكم. صح. بلاش نستسهل يعني نستسهل عملية رسالة الحبس. لكن خلينا نتكلم في الحل العملي. يعني النهاردة انت بس في رجالة تستاهل. بس استنى في رجالة تستاهل برضو، في رجالة فعلا مش بتقوم بدورها. يعني ما بتصرفش، بتبهدل حريمها. النهاردة بقت المخدرات عامل رئيسي جدا، الخيانات على مواقع التواصل والفيسبوك وما شاء الله بهدلنا تماما. فلازم نفرق دي من خلال برنامج بالظبط، عشان كده احنا نسوء اخلاق وتربيه. فلازم يبقوا نغير الثقافه. الامهات بالذات اقرب لاولادهم، سواء ام الزوج او ام الزوج، يعني ابقوا على بيتكم شويه. والله رساله مهمه من استاذه فاطمه، انه يعني لم شمل الاسره ده امر مهم جدا قبل الوصول للخلافات، وانه استحاله المعيشه نفسها. المستشار وليد رد على هي حضرتك هنا هي بتقول، بيقول لها ان القايمه فيها 1000 جنيه. سؤال مهم قوي فعلا بالفعل. قايمه المنقولات قيمتها 1000 جنيه. ما انا هقول لحضرتك هنا القانون في حاجه هو هنا يعني خطيره.
هو بيقول لها القيمة بتاعتها 1000 جنيه. هنا في ناس بتكتب في القائمة لا يجوز رد القائمة لبعد الطلاق، وفي ناس بتكتب لا يجوز رد القائمة ماليا بقيمتها، ردها عينا. أصعب حاجة بتبقى علينا في القضايا ردها عينا. ردها عينا دي بتبقى صعبة، أصعب علينا من إن ردها إنما أنا بقول أو ردها عينا أو قيمتها مالية. معلش أنا بتعبك معايا وبقطعك كتير، إنما بس للمواطن المشاهد هو الأهم بالنسبة لنا. أستاذة مروة من أسوان مظبوط؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا فندم. لو سمحت حضرتك أنا عايزة أتكلم عن مشكلة حصلت لحد قريب مني يعني في الليلة وكده. اتفضلي. أولا بالنسبة لموضوع القائمة ده، فهو بيضمن حق الزوجة. فحضرتك في واحدة يعني عندي في العيلة اتجوزت، والجواز استمر 50 يوم، وعندنا يعني في بلدنا ما بيعملوش قايمة يعني. معايا حضرتك؟ تمام اتفضلي. فعندنا في بلدنا نظام يعني العروسة تجيب الحاجة والعريس يجيب الحاجة، فبتبقى معروفة حاجة العروسة وحاجة العريس وخلاص. فلما يعني بيحصل خلاف وكده فبتاخد حاجتها. فقانونا طبعا لو في قايمة، فالقايمة بتقول ان حاجة العريس وحاجة العروسة هي بتاعتها هي. مظبوط. الحاجة اللي بيجيبها العريس، فالقايمة هي اللي بتقول كده يعني. فعندنا في بلدنا فمعملتش قايمة، فدخلت معاها في مشاكل، هي ما فيش غير مشاكل يعني، هو طلع اتغشت فيه وكده. المهم الجواز استمر 50 يوم، فطبعا فلما عايزة نفقة وكده طلبته بحلف اليمين، ده القضاء جاي يعني المحامي طلبه بحلف اليمين ان هي لم تزف على عرشة الزوجية، العرش يعني. تمام. الحاجة اللي هو جايبها يعني. تمام. فهو حلف اليمين اقسم امام القاضي ان هي لم تزف على الحاجه دي يعني. المشكله فين بس؟ قول لنا المشكله بس فين؟ الحاجه اللي هي جابتها خدها. هو اخذ يعني هو اخذ قايمه المنقولات، وانه ما فيش قايمه. اخذ المنقولات من غير قايمه. اخذها وان هي لم تزف، اخذ كل، بس ما ادهاش غير حاجتها اللي هي جابتها، وما ادهاش غير الهدوم اللي هي لبستها في خلال ال50 يوم. تمام. وادها الذهب كمان لما هي طلعت بيه، مش هو اللي اداهولها يعني. بس هو ما خدش حاجه، هي ما خدتش حاجه دي. يعني هو ده اللي عايز اوصل له، عايز اسالك عليه. كل واحد الزوجين جاب حاجه خدها، ولا هي حاجتها ما ادهالهاش؟ ادها لبسها بس، بتقول ادها حاجتها اللي جابتها، والهدوم هو جايبها لها، ما ادالهاش غير اللي بواقع ان هو اللي اشتراهم يعني. ما ادالهاش غير اللي لبسته بس في خلال ال50 يوم. نعرف دلوقتي الرد ايه والحل ايه في رد ده. حابب اشكرك الاول لاتصالك ومتابعتنا، ونسال المستشار وليد نعمل ايه، او هي تعمل ايه، الزوجه تعمل ايه. هو حضرتك عايز بالحق والضمير ولا بالقانون؟ طب ما نسمع الاثنين، نسمع القانون من حضرتك ونسمع الحق والضمير من الاستاذه فاطمه. بالقانون خلاص، هما كده فير، قضي الامر. هو اشترى حاجات، كل اللي اشترى حاجات، واشترت حاجات السكن الزوجيه، كل واحد خد الحاجه المملوكه ليه، اللي هو زي الشركه بتتصفى. صح. ما هو زوج شركة. صح. هو جاب مثلا تلاجة وغسالة، هي جابت تلفزيون ورسيفر وأوضة نوم، كل واحد خد حاجته وخلاص. أستاذة فاطمة الضمير. أنا بنادي فيك الضمير اللي جواك. بص، هو هنا مسألة بتختلف بصراحة. لا يعني تختلف إيه؟ بقول لك الضمير. بس ما أنا هقول، لا مش قصدي، حسب يعني أنا في نظر حسب وجهة النظر. إزاي؟ في غلط بيقع من جانب الزوجة. على الدغري لا، بغض النظر ان مين المحق او مين اللي عنده. لا هو كده، ما هو ظلمها، ما هي حقها وما خده. احنا هنتكلم في ايه؟ شفتي بقى حقها وخده. انت كده بقيتي عنصريه فيها. لا مش بقيت عنصريه، انا بتكلم من وجهه نظر. الشباب مش بيتزوجوا ليه عشان الكلام ده؟ من هو حضرتك دفع، هم قعدوا 50 يوم مع بعض، هو جاب حاجات وهي جابت حاجات، اختلفوا مع بعض. انا هاخد الاتصال وهرجع انا اشكو في الحته دي لانها مهمه جدا. اخذ محمد. السلام عليكم. الاتصال اتقطع. حاول تتصل بينا مره ثانيه. بشكرك لمتابعتنا الاول، وبقول لك حاول تكلمنا ثاني. لا انا عايز اكلمك في حته يعني الاستاذه فاطمه برضو قد تكون محقه فيها. النهارده الست والراجل من نتيجه علاقه الزواج دي، النهارده بقى اسمها مطلقه بلا اي سبب، ايا كان مين المخطئ ومين اللي مش مخطئ. النهارده عندها خساره معنويه. ما هو اذا الزوج كان بطل وراح طلق غيابي او طلق من غير رضاها، هنزعله. هيزعل في ايه بقى حضرتك؟ هيدفع 3 شهور، 3 شهور نفقه عده. وبعد كده هيدفع نفقه متعه ومؤخر، يلاقي نفسه. لان دايما انا بنصح الرجل او الشباب
ما تطلقش غيابي. الحلول الوديه صح. مطلق غيابي بيطلع الحصان الخشب ويرمي نفسه من الدولار 40، يخش له كده في اضعف حاله زواج في 60 90 الف جنيه 100 الف جنيه. ده بسبب بس ان هو راح طلق غيابي، انما اللي بيبقى متعقل او هي زي ما قالت بقى الضمير او الصحيان الضمير والاخلاق والثقافات، بيروحوا يتفقوا على الطلاق، هديكي كذا هناخد كذا. حتى في الطلاق اسمه الطلاق بعوض، ده اسمه طلاق خلعي. تفتدي نفسها تقول طلقني بكذا، اذا كان زمان اذا قبل يعني. هو زي ما سيادتك قلت لنا كده، هو شركه، فبالفعل هنفض شركه نفضها بالعقل. والله شوف، لو نفضها وفي ولاد ومسؤوليات بالادب وبالتراضي، وخد بالك حتى في القران الكريم جت ايه؟ ولا تنسوا الفضل بينكم. ربنا في الكلمه دي افتكروا الخير، هو ربنا ما قالش في مصغ يعني في القران الكريم مصغ ليس على الزواج على عقد الزواج، ورجع حتى بعد ما بقوا خصمين قال ايه؟ شوف وصلوا لك ولا تنسوا الفضل بينكم، بينهم ولاد، بينهم يوم كويس. بس المشكله انت عارف بقى، بيخش الحقد الشيطان والاهل الشيطان. من هنا اخوها من هنا الشيطان الانس، الشيطان الانس هو الاقوى فعلا في الحالات دي. ياخذ استاذه شيماء. السلام عليكم. ايوه حضرتك. وعليكم السلام. اتفضلي يا فندم. حضرتك انا مطلقه وقاعده في بيت جوزي مش راضيه امشي، فانا حابه اعرف انا قاعدتك دي حرام ولا حلال؟ يعني ده ولاد مطلقة اتطلقت امتى؟ المستشار وليد بيقول لك انت مطلقة من امتى؟ طلاقي من شهر 7 لحد النهارده مرتين. لتوثق راح عن المأذون. في قسيم الطلاق طلعت؟ لا، شفوية شفوية. انا ما رضيتش امشي مع اهلي وقلت انا قاعدة في البيت، انا شفوية. عايزة أعرف عندك اولاد؟ حرام والحلال. عندي بنت وحامل برضه. هنرد الرد يعني حضرتك تابعينا، هنرد بنشكرك الاول لمتابعتنا واتصالك، وهنرد عليكي شرعا وقانونا المثالي. ناخد الشرع او القانون. هقول لك حاجه، شفت لما بتتكلم في الحاجه اللي بتمس الناس مش عارفين نتكلم من اتصالات الناس. مظبوط. حضرتك هنا تاني برضو اللي قلناها في اول الحلقه، هنا المشرع المصري طبقا لاخر تعديلات اشترط التوثيق. صح. وفي الشرع وفي الشريعه الاسلاميه وقعه الطلاق هنا إذا هي حبت تثبتها، ما خد بالك هو الدين بتاعنا يسر والدين لا يسعى لخراب البيوت. حضرتك هنا لو راحت حتى الفتوى دار الفتوى الإفتاء أو راحت الأزهر عشان تسأل، هنا الطلاق هيتسأل الزوج كنت أنت واعي مدرك كنت جعان، ده في حالة طلاق قالوا كنت عايز أدخل حمام فطلقتها. فيبقى هنا أرجع بس لأمة الله عشان ألحق أخد اتصالها بس اكتب دي عشان دي حرام. كلام سيادتك. أمة الله السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضلي. دلوقتي حضرتك لا عايز استفسر عن لو عملت خلع تمام وزي ما مكتوب فيها الذهب بالجرامات. مظبوط. يرد ازاي؟ يرد ازاي؟ عايز تاخديه ازاي من في مكتوب في ترد ازاي في القايمه؟ القايمه مكتوب فيها انك تردي ده، مكتوب فيها نهايتها فلوس. فيها فلوس ولا فيها فيها عينا فلوس؟ او فلوس؟ لا مكتوب فيها فلوس في النهاية خالص بس ترد عينا. ترد عينا ولا نقدا؟ ما اظنش هي نقدا طالما اتحط فيها فلوس. لو انا عايزه ارد الحاجات اللي جوه زي ما نفسيها حتى والذهب جرامات نفسيه مش عايزه فلوس. لا لا عوضوا فلوس. ناخد يعني راي الاستاذه فاطمه عايزه ترد قايمه، يعني هنرد على حضرتك بنشكرك الاول اتصالك وهنرد على حضرتك تابعينا. هي دلوقتي القايمه بتقول انها مكتوب فيها العفش بتاعها ايا كان وعدد مثلا 20 جرام ذهب وتقدر القائمه دي مثلا ب 100,000 جنيه. هي عايزه تاخد قيمتها الحقيقيه مش عايزه ال 100,000 جنيه. لا هو زي ما استاذ وليد اتطرق للموضوع ده وقاله ترد عينا ولا ترد مالا؟ يعني اتكتب مثلا ان القائمه بتاعتها بالفعل في النهايه في مبلغ. لا لا كلمه زي ما كملي يا استاذ. ده هيدفع في حاله زي كده طالما مثبت ما اتثبتش شرط، اصل في حاجه اسمها شروط بتندرج في قائمه المنقولات زي قسيمه الجواز كده. والله ده اللي حابين يعني دي رساله من حضرتك الاستاذه فاطمه انها بتوصل لكل حتى المقبلين على الزواج في انهم يحفظوا حقهم في جزئيه مهمه جدا انهم يتطرقوا لجزئيه اثبات رد القايمه نقدا ولا عينا. يعني دي معلومه جديده قد يعني بتتكلمي عشان الذهب غلي. مظبوط. مظبوط. كملي يا استاذ. اتفضلي يا استاذ. بس فهنها زي ما احنا بنقول اتكتب ترد ازاي ولا ما اتكتبش؟ ما اتكتبش يبقى خلاص تقدر بقيمه قد كده. صح. هتدفع قد كده.
هتدفع هيدفع المبلغ طالما هيدفع المبلغ خلاص والقيمه النقديه بتقل كل سنه عن الثانيه. ماشي، ما هو الكلام ده بقى، ما هو هقول لحضرتك على حاجه. هنا نرجع نقول تاني دور المحامي. ليه؟ انا كمحامي فاهم ازاي اشغل القايمه، ازاي اكتبها صح، ازاي الفنيات اللي احنا كنا بنتكلم عليها دي، مش من خلال يعني مش هنلاقيها في الشارع، ده من خلال ممارسه، من خلال الشغل. لكن انا لما بكتب قايمه عند محامي، المحامي عارف هيثبت لها حقها ازاي، لان كده كده بدايه حقك محفوظ، ما فيش حق بيروح. بس بقى ايه عشان اقدر اخده بطريقه سهله وبطريقه قريبه وبطريقه كده محترمه، صح، هي النقطه في كده. لكن احنا بنستسهل، لا مش عايزين المحامي، المحامي معلش هيجي ياخد قد كده وبتاع، طب خلاص مع نفسينا. فجاه لبست، صح، حاجة برضو زي ما المستشار وليد قال، نقطة مهمة جدا، ان احنا عندنا اصلا لما بتيجي ترفع القايمة، المفترض قانونا واللي قالته احكام محكمة النقض انها دي دعوة شخصية فترفعها بنفسها. احنا بنستسهل، اتفضل يا متر اعمل ده، لا خد القايمة، انا مش عايز اروح الاسم عمري، انا ما دخلتش اقسام، ده انا يا دوبك عملت البطاقة. الكلمة دي لذيذة قوي في بقنا احنا حريم بجد، عسل يعني. هو بص تلاقيه خد براءة، تيجي بعد كده بص المحامي ده فاشل، والمحامي ده عمل، والمحامي ده المجتمع الذكوري. لا انا تبع الحق، لا الحق بيشتغل في، انا تبع الحق، اصل هقول لك ده من خلال خبرتنا نحترم في المحامي، يعني انا محترم عقلها جدا فعلا، انها هي وسطيه، هي الحق مع مين؟ هو المحامي حضرتك مره بيشتغل للزوج ومره للزوج. انا مش عايز اتوه من سيادتك في الرد على الحاله في الطلاق، علشان دي لازم، دي اول حاجه ربنا يجعل لنا كلنا الاجر والصبر. احنا هنقول لها حاجة عشان ربنا وعشان عندها أطفال وهي حامل. هنا حضرتك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للطلاق كان الطلاق وتطبيق الحدود بيحاول يجب مخرج. يعني جات الست اللي كانت زانية فقالت له أنا زانيت يا رسول الله، لا طب روحي ولدي وتعالي. راحت ولدت قال لها طب روحي رضعي وتعالي. جات له قال لها روحي رضعي وخلصي رضاعة وتعالي. افطمي قال لها روح اديه لاهلك. بقى عنده 4 سنين لا خلاص. فلما اتطبق عليها الحد وهي رايحين يدفنوها، واحد من المؤمنين شتم عليها قال له دي هتدخل الجنه قبلك. قال له انت ممكن تدخلش الجنه. فكان في الطلاق الرسول عليه الصلاه والسلام لما بتروح دار الافتاء بيحاول يجد مخرج. النهارده وقعت الطلاق، بس النهارده برضو عايزه يعني اول عايزه بس احنا نفرق لها ما بين الرد القانوني والرد الشرعي. ما هو انت هنا لازم اتوافقوا في الحته دي بالذات. هنا هل هو انا اقول لك انا رحت بنفسي شفت المشايخ غاظ بقى، بس ما هو ده اللي عايز اوصل بيه، والاستاذه فاطمه متهيألي تؤيدني في ده. في دار الافتاء اذا الزوج والزوجه راحوا بيسالوا وبيفسروا طلاق الرجل وظروفه وملابساته، هل هو جه في عصبيه، جه في غضب، جه وهو عقله زاهد؟ بقول لك لو جاع، انا عايز ارحم الدكتور محمد المسيري في حاله الطلاق، بقول لك كان عايز يدخل حمام وواحد جعان النهارده يعني عنده ظرف. لا حضرتك الشرط الطلاق انت، وانا بقول لحضرتك هم علماء الشريعه، هو اختلف الفقهاء في ده كتير. قبل الاختلاف كمان هو بيحاولوا ان دي يجد مخرج عشان يلم شمل الاسره، عايز يتفادى على قد ما يقدر. طب هي تعمل ايه؟ ما هو الشرع، خلي بالك، خليني ارد عليه عشان ما يتوهش مني. لا مش انت، مش انت، هو يرد كشرع بقى عشان انا كمحامي وده يختلف. بص حضرتك، طب ما ترد لنا قانونا كده يعني، بس عشان انا بس عشان انت اوضحهالك، بس اوضحهالك لازم عشان الطلاق شرطه ان يكون الانسان مدرك وفي وعي. حلو قوي، الراجل قال لها انا في كامل قواها العقليه وانت طالق. ماشي، مش هو اللي يقول بقى، ما بيتسال ويقر باليمين. ما هنا في مشكله في القانون والشرع. هنا حضرتك لو هي رفعت دعوه اثبات طلاق، اول حاجه وجودها في البيت حتى لو هو طلقها ده صحيح الشرع، ده صح. ده ملك، ده يعني حيازتها. ده لا مش الحيازه، ما ده جت في القران الكريم في الطلاق، حضرتك لا تخرجهن من بيوتهن، لما يطلقوا في سوره النساء اذا طلقها تقعد الثلاث قروء، تقعدهم في بيت الزوجيه. على الله يحدث امرا. لو ايه الطلاق ده ايه باين بينونه صغر، يعني يرجعها رجعي، لو طلاق رجعي تقعد في بيتها ما تطلعش، ولكنها تعد طلق. بس لو ما تتسبت بقى، شفت هنا الوضع اتغير، هنا عليك اتسبت ساعتها بتقعد في دار الافتاء، فبيقول لك انت كده عليك طلق. ده اذا ايه ماشي، اذا قال ان هو مدرك وكان كويس وطبق شرط الادراك والوعي وكده، يعني احنا ردا عليها بنقول لها انت باقيه في بيت الزوجيه وما تقلقيش وما فيش مشكله عندك، وما تثبتش الطلاق ده كمان لمده، ده لو ما في خلال شهر هي وهو ما عملوش اقرار بالطلاق ما تحسبش عندنا في القانون. في القانون
الشرع ده بينهم وبين ربنا، ده في الشرع اللي ما بينهم وما بين ربنا صح زي ما بيقولوا، انما في القانون لا تعد يا استاذه فاطمه. في القانون لا تعد طلقه؟ لا لا تعد، ما هي ما اتثبتتش. لم تسجل واستحالت وجود شهود فيها، لان دي امور داخليه. عايز اعمل اثبات طلاق زي ما استاذ وليد وضح في الاول، ان انا لازم اخد شهود ولازم اثبت شهادتهم واحضر بيهم. لما هي لكن ده اصلا ما فيش عندي انا دلوقتي، ما فيش وقع الطلاق. اه عشان نتكلم عليها، لا ما فيش وقع الطلاق. طب ما تيجي اسالكم بقى في ملابسات القايمه تاني، وارجع للموضوع المهم قوي، اهلاك القايمه. النهارده جات لنا يعني جالنا اتصال احنا عملي اهو، وبتقول لك القايمه مكتوب عليها 1000 جنيه. طب ما تيجي النهارده القايمه بغض النظر عن انه مكتوب فيها 1000 جنيه، السؤال للاستاذ وليد والاستاذه فاطمه الاثنين، النهارده القايمه ترد معنويا، ننسى ال 1000 جنيه، بس القايمه دي بقى لها 20 سنه او 25 سنه زوجيه، 30 سنه اهلكت. الحاجه دي كانت جايه ب 1000 جنيه، كل العفش ده ممكن قد يكون جايين جايب ب 1000 او ب 2000 جنيه. النهارده الزوجه بعد ال 20 سنه زواج لما ترفع قائمه المنقولات تاخد العفش ده المتهالك اللي مالوش ثمن، ولا بيرد غيره؟ لو مكتوب الرد نقدا يبقى خلاص تاخد 1000 جنيه، رد عينا بقى حضرتك هنا دي مشكله الزوج يا عيني. الزوج بيتبهدل، يعني انا لازم ارجع الحاجه سليمه وبحاله جيده وقابله للاستعمال او الاستخدام. اذا الاثنين اختلفوا بتروح القضيه الخبير، خبير او وفي الغالب بتبقى مدرسه الصنايع، وبيبقى خراب بيوت على الزوج. يعني لما مكتوب مثلا القماش لونه زي الخلفيه دي كده، الزوج ينشال وينهبد ويطلع وينزل، لازم يجيب ده معلقه. يعني هقول لك حاجه، خد بالك زمان مصر كانت عز لغايه الستينات، كان في معالق ذهب وفضه، معالق، لا كان في معالق مركب بقى مش عايزين نقول عليها، قفلت المصانع دي، لا مش عارف ايش كروستوفل ومش عارف ايه وطقم مش عارف ديفون ومش عارف كل الكلام ده، فين المصانع بتاعته قبل في فرنسا والمانيا، هجيبها ازاي؟ يعني كده يعني يا استاذه فاطمه كده الزوج هيتحبس؟ هيتحبس لو الرد عينه، يعني الموضوع منتهي خلاص. طب ما هي دي المنقولات اللي موجوده تهلكت وراحت طب هو يعمل ايه؟ طب واحنا نعمل ايه؟ ما خلي بالك زي ما احنا بنقول برضو خلينا حياديين، في فعلا سيدات مش بس حالها اتبهدل، ما هو الرجاله برضو مش كلها سويه. انا مش مختلف بس النهارده قد اختلفت انا، لا لازم الراجل المصري اختلف هو والست، وكانوا عايشين في البيت وساب البيت طلقها وساب البيت بقايمه المنقولات اللي اتجوزوا عليها، ده قد يكون جددها تمام. وجاب عفش جديد في ظل ال 30 سنه اللي متجوزينهم. ماشي عايزين بقى يرجع يتحرس، يرجع على نقطه الصفر، عايزين القايمه اللي اتكتبت بقى يتحرس. اه لو ما جابهاش، لو ما جابهاش بص يعني مثلا في قصور شويه. ما هو استاذ ابراهيم عارف حضرتك الطقم المذهب اللي جاي ما اعرفش منين، والقماشه اللي هي ما كانتش موجوده غيرته وجبت الاغلى، ما فيش الكلام ده. انا عايزه اللي في القايمه، مش القانون قال لي كده؟ اه بالظبط، انا عايزه اللي في القايمه، هات القايمه. اما ده عقد والله العظيم جاي لي حسبي الله ونعم الوكيل والله. ما انا هقول لك حاجه، في مثلا في كان معروف في مصر زمان فتره الستينات والخمسينات من الاربعينات بعد الاربعينات، لا بس انا خليني كان في حاجه اكون حياتي، كان في طقم اسمه بفاريا، المصنع ده قفل بتاعه، قفل كل الازواج بيتحبسوا على دي، ده بيدفع الوف. هناخد اتصال من اسماء عشان انا بس انا صعبان عليا الراجل في الحلقه، خلاص يروح يحل معايا، هيحل يعني يروح يحل معاه. شفت الاستاذ انا مش وزير الضغط، هقول لك على حاجه اقسم بالله الست مش بتفرق معاه في الاول وفي الاخر، انا اسفه يعني غير تعالي لي بقى هو ده، تعالى يعني انتقام نفسك، يعني انتقام اخد اسماء. سلم نفسك، اخرج بره النقاش واخد استاذ اسماء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا فندم. حضرتك انا عارفه ان وقت البرنامج قرب ينتهي، بس لا. انا حابه وقت البرنامج ليكم. اتفضلي بس انا بقول لحضرتك انا مش سامعه كويس، بقول لحضرتك الو سامعك سامعك، وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون. حاضر، بقول لحضرتك انا مطلقه تمام، وعندي طفل تمام، ومش حابه امشي من شقتي. ما تمشيش من شقتك، وكان الرد صريح غيابي وهو مسافر، كان الرد صريح من المستشار وليد من الاستاذه فاطمه، ما تمشيش من بيتك. انت واخده حقك يا ماما، انت حاضنه اقعدي كده ومالكيش دعوه. انا هقول لحضرتك انا مش عايزه حقوق. امال عايزه ايه؟ هي كانت ساعه غضب، وفي ساعه الغضب دي بيقول لي انا في وعي وبقول لك انت طالق. اتثابت عند المأذون؟ لا مش عندي مأذون. خلاص مفيش طلاق، خدي الامر، مفيش طلاق. الرد عليكي رد قانوني وشرعي من الاستاذه فاطمه ومن المستشار وليد، الموضوع قضي.
يتحملها. يعني كده ما يثبتش طلاقه انه مش حرم قعدتي؟ لا 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 لا, لا, لا دي حاجه بينك وبينه. اذا هو اقر يروح يقر عند القاضي من طلاقك والقاضي يحكم مثلا يروح يقر عند المأذون مثلا واني لما كده خلاص يروح يطلق غيابي بقى عند المأذون. طالما هو يعني عايز يقر مش موجود في مصر تقول لك مسافر ما يعني هو يقدر يقر بالطلاق بره يقر لا يقر يعني بقى لو رجع وحب ان هو يردني هو ما طلقكيش اساسا يردك ازاي؟ حتى لو رمى اليمين يقدر يرجع رمى ده خلاص لمس ايديكي خلاص دي مراجعه على راي الشيخ عطيه مبروك لمس ايديكي لما يرجع مراجعه خلاص. على فكره استاذ وليد النقطه دي مهمه قوي موضوع الطلاق الشفوي ده يعمل لنا حلقه ثانيه يا ابراهيم ده عايز اقول لك الموضوع فعلا يعني كارثه. انا مش قايل لك قبل الهوا تلاقي بص مصر كنت في احدى القنوات مصر بقت اعلى دوله عربيه وفي الدول الاسلاميه في معدل الطلاق صح. كل اربع دقائق حاله طلاق. الاحصائيه انت عندك كل دقيقه ميلاد كل دقيقه كام حاله ميلاد حالات الطلاق ده ليه التخصص بس ناشط القناني في مشاكل كتير صح صح وناس مش فاهمه يعني بص الزوجه دي اللي بتتكلم طالما الواقع ما وثقتش مفيش طلاق بتقول لك رجعني بقول لها بتقولي بقول لها يا ستي مفيش طلاق هيرجعك ازاي؟ الموضوع ده مهم قوي. اصل هقول لحضرتك على حاجه انت طالق سلام عليكم انا ماشي عيشي حياتك كده وهي بقى عارفه هي وهي معتقده بالظبط كده هي متعلقه يعني لفتت انتباهنا فعلا الاستاذه فاطمه ده زي مهم قوي هي ده فعلا دي عايزه مجموعه حلقات سلسله حلقات نكمل نقاشنا في ده وانا بوعد المشاهد والمشاهدين كلكم وبقول لكم هنكمل ده في سلسله حلقات بس هي اثرت جزئيه مهمه قوي قالت الست يا عيني بتبقى عايشه معلقه هي ولا فاهمه يعني انها مطلقه ولا مش مطلقه انا هو تربي ازاي تروح ترفع عليه قضيه نفقه انا بقى اقول لك تروح ترفع عليه قضيه نفقه والله بتحصل هو عمل رمى عليها اليمين انت طالق وخد بعضه ومشي طب انا متجوزه طب انا مطلقه طب خروجي من غير اذن طب دخولي طب اللي كان بيحصل طب ما بقاش يصرف علينا طب هو فين ابني بيسال على باباه طب هو راح فين طب جدا معاناه كتيره قوي جدا وبعدين هو بقى ايه مشي ومصر ومفيش في دماغه يا جدعان احنا لازم نفهم ان الموضوع ده خطير صح. جدا اثبات الطلاق عشان اقدر اعرف انا عايش اصلا في حرمانيه ولا لا. طب اقول لك حاجه عارف ان العلاقه الزوجيه دي قائمه بدليل ايه؟ لو توفر الله زوجها اللي اتصلت دي تارس تارس لو قعد ثلاث سنين مسافر وهو رمى عليه 100 طلاق بس الناس اسمح لي اقول لك هو مصطلح بس لما احب يعني كلمه هبل هبل الناس ما عندهاش ثقافه الناس مش فاهمه ما هو قاعد تسمع الكليبات ما هو حاجه انت مثلا قنوات في قنوات كتير هادفه للناس الناس بتصل اطلع على الناي السات دلوقتي محطات كايبة رقص وقرف وليلة وكلام مهاب ده كان دورنا ودور ما دي المشاكل انهيار الثقافه يعني انت بتصير جزئيه مهمه جدا كان دور يعني رؤساء مجلس الاداره رئيس مجلس الاداره ودورهم في ده قالوا احنا عايزين ننقل ثقافه قانونيه للناس عايزين الناس زي ما بتفهم سياسه بتفهم رياضه ما لازم تفهم قانون مش قانون بالمحمود بتاع الماده رقم كذا لا الناس عايز تفهم يا استاذ ابراهيم زوجها لو مات بقول لها على الهوا ترس ولا رئيس محكمه النقدر رحمه الميراث ولا شيخ الازهر ولا رئيس الجمهوريه جالنا مكالمات رجالي يعني معانا استاذ جمال معانا اتصال استاذ جمال من اسيوط السلام عليكم راجل عليكم السلام وبركاته راجل اتفضل انا كنت عايز اتكلم بحضرتك في نقطه يعني تخص موضوع الجواز ده اتفضل بس من ناحيه في ناحيه ثانيه غلو المهور عندنا يعني وصل لدرجه ان يعني انا مش عارف اقول ايه عشان اجهز بنتي او ولدي المغالاه قصدك يعني المغالاه فليه احنا كاولياء امور وحتى تبع ربنا وتبع الشرع وتبع الدين صح. ما نبقى رفق ببعضينا يعني والله والله رساله مهمه اكون رحيم بيه رساله مهمه فعلا راجل محترم رساله مهمه جدا فعلا في ظل الظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها في ظل المعاناه بتاعت الشباب وبعد كده انا على هنحافظ على اولادنا من الذكور والاناث الى عفه صح ونكون واقعيين يعني انا بايدك يا استاذ جمال وفعلا النبي عليه الصلاه والسلام قال من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ده كفايه بس عليه انه هيحمل شرفي هيصل لشرفي فانا هاخد كليه بمهر وبعفش وي وما الى ذلك يعني والله حضرتك راجل محترم والله يبارك لك يا ستي الله يجبر خاطرك بس دي حقيقه صح دي حقيقه صح جمال انا حابب اشكرك والله على المستوى الشخصي اولا المتابعين ده شرف لينا يعني بخاف في ربنا في اولادي والله انا بقول لك شرف لينا متابعه بعد ما تخلص معاه المداخله عايز اعلق يعني اولا حابب اشكر الاستاذ جمال لمداخلته الجميله وشرف لينا متابعه امثال سيادتك ندى برساله مهمه قوي قد يكون ليها حلقه وسلسله حلقات فعلا عايز اقول لك حاجه اتفضل راجل محترم المشاهد الكريم ده محترم
الاستاذه كمان يعني رايها محترم جدا. بص رفضنا العياط من افضل الشخصيات اللي الرسول عليه السلام طلب من هنا التيسير في الزواج. صح. وصل الامر بثلاث تمرات المهر وكان معهوش، قالوا طب حافظ ايتين في القران؟ ما قالش شوف شوف بقى كام. ما قالوش بقى هات لي طقم بسود وطقم صيني بافاريا وطقم معالي. يا استاذ ده اختلفوا على سجاير انا جايب شقه انت جايب شقه. اقول لك حاجه يا استاذ ابراهيم، انا اقول لك عن نفسي، انا عندي 56 سنه وعندي سبع اولاد اربع زوجات ما شاء الله. عمري بشوف انا ابتديت شاب زي اي حد، تعبت من والدي كان عندنا وسافرت ورحت وجيت فكلنا بنبتدي، مفيش حد بيبتدي كبير لا شيء. حتى اللي بيقول لك حاجه، عارف ازمه الطلاق عندنا في مصر فين؟ في ايه بقى؟ مش هتصدقني، الطبقه المتوسطه والفقيره والطبقه الثريه الفاحش كلهم اتفقوا على الطلاق، بقى الجواز سهل. يعني عند الطبقه الغنيه والطبقه المتوسطه حال اتجوز 23 يوم واتطلقت. انا مش عايز اقول لك اربع ايام دي قعدت دي يعني اسرع حلقه عندي شفتها اربع ايام. قعدوا الفرح عاملين يومين الساحل الشمالي، ركبوا طياره راحوا تركيا، رايحين فرنسا، رجعوا على مصر اتطلقوا. احنا استسهلنا الموضوع بقى اصبح انا مش شايف ان دي زواج اصلا، لا يقعد زواج والله. لا مش قصه كده، فين الزيجه في كده؟ هو الراجل اللي بيتكلم محترم من اسيوط. هقول لك حاجه، مصر اصالتها في الوجه القبلي والبحري والريف، المحافظات انهيار الريف أصل انهيار مصر. الريف خلي بالك البلاوي اللي احنا فيها دي انهيار القيم اللي في الريف. اما الريف اخواننا بيقعدوا على الدش اللي كانوا بيصحوا. هقول لك حاجه، انا بسافر مستوى مصر كلها في شغل، بشوف السيدات دلوقتي اللي بتطلع بالمواشي الصبح وهي اللي بتطلع تعمل اعمال الحقل للسيده، لان الباشا بالليل كان قاعد في الغرزه بيشرب حشيش وستروكس للاسف مش بنعمم انت صح، بس جزء كبير جدا الا رحم ربي يعني. واخد بالك، وقاعد على الدش وقاعد مع الشيل على القهوه يلعبوا دومنه فلاحين. صح. بس المفروض تصحى الصبح كان ابوك وجدك بيقوم يزرع ارضه ويعمل ده، قاعد يلعب دومنه للساعه 5 الصبح. صح انت صح، ما بقاش في مسؤوليه فعلا. ده الواقع اللي احنا بنشوفه، ده الاستاذ جمال بتسمع صوت ده اللي بيشوف النهارده لسه يعني لا زال الخير في امتي. استاذ وليد احنا كان عندنا، عارف كان عندنا حاله، فانا من عادتي لما بيجي لي شغل مثلا كده بحاول الاول ايه اتواصل مع الزوج او الزوجه، يا جدعان عايزين نحل، حلينا ما حليناش بنتجه بقى فاحنا في مره بنكلم ايه، طب معلش دي حاله بقى كانت شخصيه يعني حاله عندي، طب هو ده ملوش كبير؟ كبيره بابا. بنكلم بابا حصل واحد اتنين تلاته، رد تخيل الرد يكون ايه؟ تخيل كده مش متفاهمين مع بعض يتطلقوا. سهل المشكله، سهل هدم البيت سهل، اقسم بالله. كده يعني فعلا بيعدي على السرير عندهم فلوس؟ لا ولا حاجه. شفت ما قلت لك الطبقه الفقيره مع المتوسطه، اصلا كانت الشقه تقريبا صرف مصاريف البيت مع عدم الالتزام مع عدم تحمل المسؤوليه والى اخره، فبيتكلم حماها ايه رئيس وليك مش كتر المشاكل حدنا بالحلقه غصب عننا المشاكل وازمات. ده الواقع، قائمه المنقولات دي كل هي خلاف زوجي. ما تيجي بتيجي نتيجه قائمه المنقولات. بص استاذ زايد حاجه، انا دايما لازم ادرس خصمي بيشتغل ازاي. لا بص، فدايما الزوجه لا في بص بتفضل تلاقي يعني بذاكر خصمي في اي قضيه بيفكر ازاي. يا المحاماه خصومه شريفه. احنا بنبقى زي ما احنا على الهواء بنبقى قدام القاضي نطلع نشرب شاي مع بعض ونروح، خصومه شريفه اشرف خصومه خلي بالك. صح. زي خصومه الفرسان النبلاء. اللي بيحصل بقى في القائمه، يا ريت لك كلمه سايكولوجي بقى انت اخدت بالك منها، هي الزوجه ما ماشي القايمه وطلقها، ما هو لك في الطلاق الغيابي بس، وطلقها واتجوز، هي عايزه تجيبه انتقم منه. شفت ريفنج بقى الصقر. ايوه عايزه تجيبه ريفنج الصقر. ها ادوخك تاني ثلاث سنين في الخبرة عشان هي عارفه خلاص المصنع اللي عمل الاطباق دي اتكسر، المصنع ده قفل. هتقول له مكتوب ايه ردها عينا، عارفه ان الطقم الابوسون ده او طقم ام جوليت ده مفيش منه، عارفه خلاص مفيش منه، والستات ده المصنع بتاعها قفل في المحل. على فكره هي ما كانش فارق معاها حاجه، هي هي عايزاه فين؟ يعني انا بقى اللي اقول. طب ما هو دي مشكله، ما دي ثقافه برضه. ده يجي امتى بقى؟ خلي بالك ان انا النهارده اذل الراجل. لا هنا في نظري معلش يا وليد في نقطه بقى اقول لك كلمه هفاجئها بيها. الزوجه لما تكون بتحب زوجها جدا وطلقها وفي قايمه بقى وقايمه معموله صح، هي مش عايزه تجيبه عشان تحبسه، عايزه تشوفه. عايزه تشوف السيكولوجي بتاع الست غريب. والله انا بحبك ابهدلك على مستوى العالم. لا دي حقيقه، انا بحبك لازم ابهدلك.
يعني على قدر محبتك على قدر ما انت يا سيدي رغبتها في الانتقام انه سابها. بس شفت بقى رغبتها انه سابها هو حاش عايزه تشوف. بس في نقطه هنا انت طلعت اثرت كده يعني طلعت كده الجزء الانثوي اللي فيها. ما انا بقول بس في نقطه تعالى بقى نفرق فيها. تعالى في نقطتين معلش في النقطه دي نتكلم فيهم. ايه هي؟ اولا النهارده انا مثلا عندي ولاد انا ولا ولادي؟ ولادي. يعني انا هروح هحبسه وهعمل هساوي عشان انتقم منه. طيب خدت حق. بس مش كل الناس برضو بيفكروا بنفس ده الاغلبيه ما عادش الست معاها هرس. طب خلي بالك ان ابني لما يكبر هيعرف ان مامته اللي حبست باباه. عندنا شباب بعض في المحاكم. طب ما عشناش يوم كويس. طب ما تيجي نختلف باحترام ونطلع من بعض باحترام ونسلم على بعض. قد لا يحدث اليومين دول. مفيش اقسم بالله. طب تيجي اسالكوا سؤال كده جالي ويعني بيجي لي جدا وهرجع لقائمه المنقولات في الحته دي. دلوقتي الست بعتت لي بتقول لي والله العظيم كانت معايا قايمه وضاعت مني. ده لسه اقول لك بنتكلم فيها ساعه دي قصه بقى. ايه بقى؟ انا اشتغلتها يعني استاذ وليد اشتغلتها. طب ما نسمع كده الطريقتين في ان الست وكل ست قايمتها ضاعت مش لاقياها الورقه نفسها اتقطعت ايا كان تسمع الرد حالا من المستشار وليد عبد الحميد المحامي بالنقض والاداريه العليا والاستاذه فاطمه المحاميه بالاستئناف الاستاذه فاطمه العياض. ناخد رد يعني النساء الاولا ليديز اند جنتلمان. استاذة فاطمة حصلت معايا عن تجربة. فأنا قمت بالإيتي خليتها هي طبعا عملت محضر إثبات حالة إن القايمة فقدت. تمام. جميل. واستنيت كام شهر. تمام. كام شهر دي كانت بالنسبة لي أنا بقى عشان إيه ما يبقاش في كيدية ما يبقاش في مش عارفة إيه ما يبقاش تدينا أسرار المهنة يعني شوية. حاجات كده إيه بالنسبة لي أنا بتفرق معايا لا اللي هو الخلاف عادي مش راح أعمله عشان أعمل تاني يوم جنح. تمام. وسبت الموضوع عادي. انا اسف هقطعك اخد بس اتصال واحنا زي ما اتفقنا البرنامج معمول للمشاهد. ام محمد سلام عليكم. السلام عليكم. اتفضلي يا فندم. انا حضرتك انا ليا ظرف خاص. انا جوزي كان جوز مسجون كان واخد 5 سنين وقعدت انا احنا بقى لنا 4 سنين دلوقتي. انا كنت بزوره وكان في شقه تمليك هو كاتبها يعني كان عامل لي توكيل بيها. تمام. انا قعدت 4 سنين بنروح له وكل حاجه وهو ما كانش يعني ما كناش مبينين الظروف اللي احنا كنا فيها. تمام. كان عندنا محل وكان فاضي ويعني قرايبه اللي حواليا وكده هو كانوا بيساعدوني في تشكيل الدعوه ولا حاجه وكنت بقى ايه بمشي الحال بيهم يعني. تمام. احوالي بيهم وكده وما كنتش معرفه عن ظروفي خالص. انا بحاول اوريه الدنيا كلها كويسه مفيش حاجه كويس حاجة. وطبعا لما المفتاح كان بتبدا يعني ما باخد منها لان بصرف على البيت وعلى الحياه وكده وعلى عيالي. ايه المشكله؟ المشكله ان هو كان يعني كان دايما يكلمنا عن بيع الشقه. شقه تبنيك دي على طول احنا هنبيعها ونشوف العيال مثلا اذا كان ده نجيب له شقه وده نجيب له شقه. هي دي كانت شقه المعيشه بتاعتكم؟ لا الشقه اللي احنا كنا عايشين فيها. طيب ماشي فين المشكله برضو؟ حضرتك المشكله ان انا لما فعلا صرفت في الشقه وبعتها انا لما جالي بيع للشقه كان الميعاد بتاعه مش الميعاد بتاعه يعني. فطبعا ان انا كنت لازم ابيع الشقه. ماشي. وهو جوه السجن. بعد وهو جوه السجن. ما هو جوه السجن. طب بعتيها بصفتك ايه؟ ايه حضرتك؟ بعتيها بصفتك ايه؟ الشقه كانت باسمك انت؟ هو كان عامل لي توكيل. جميل اتفضلي. ايه المشكله؟ المشكله لما رحت قلت له انا بعت الشقه وهو كان على مدار الاربع كله كان بيقول لي بيع الشقه فجاه لقيته بيقول لي انا ما قلتكيش حاجه زي كده ما قلتكيش بيع الشقه ما قلتكيش اتصرفت فيها. تمام. حتى الاولاد نفسهم استغربوا قالوا له ازاي انت بقى لك 4 سنين كنت كل ما نجي لك خلاص حصل الامر خلاص وبعتها المهم بيقول لي بقى هو بقى ما حصل الامر دوت ورحت له قلت له كده انا واحد فاقد الاهليه بيع الشقه هرفع عليك قضيه. طيب الفلوس بتاعت بيع الشقه فين؟ الفلوس موجوده معايا انا. موجوده يعني في حوزتك. طب نسمع الرد القانوني كده من المستشار وليد. الحاله غريبه شويه. مش غريبه. حاله قانونيه مهمه. حاله قانونيه انا بتكلم قصدي عشان خاطرك وعشان خاطر القانون نقول لها الحل الصح. تمام. هي في مشكله كبيره. بالظبط. حضرتك هو هنا هو معاه التوكيل، التوكيل ده ساري. هو عامله قبل ما يتسجن. جميل. حتى لو هو اتسجن
هي بتروح للمحامي العام وتطلب توكيل. هي باع للشقه سليم وبالتوكيل ده سليم، لان اللي اشترى حسن ان هي ما يعرفش. بس في مشكله بقى في علاقتها مع الزوج هنا. هنا الزوج ده هي وكيله مش الناس برضو بتفهم غلط في الشقق وفي السيارات. انت وكيل يعني يا استاذ ابراهيم حضرتك تمام، عملت لي توكيل ابيع لك الشقه والعربيه لاستاذه فاطمه. جميل. انا هنا ما تملكتش، انا يدي مؤقته اقبض الفلوس منها من استاذه فاطمه واجيبها لك. جميل. يبقى هنا زوجها لو طلع من السجن ممكن احبسها. طب تعمل ايه؟ هيقول لها ايه بقى حضرتك؟ هيقول لها، هيعمل لها انذار ب 20 جنيه، هيقول لها اديني فلوس الشقه اللي انا عامل لك التوكيل رقم كذا كذا اللي انت بعتيها. تمام. هاتي لي الفلوس. هي بتقول موجود. ما الفلوس موجوده. كامله؟ خلاص كده مفيش اي مشكله. يعني بس هو ده اللي سالته، ما هو ده بالفعل اللي سالته، قلت لها فين الفلوس؟ ما هي هتصرف منها خلي بالك. وارد انها تصرف منها. هتصرف خلاص منها. تعمل دعوه نافقه وتعيش حياتها بقى لحد ما ربنا يكرمه ويطلع عشان تنقذ نفسها. الرد وصل صح. عشان لا مش عشان كده كمان، خلي بالك كان في حكم لمحكمه السنه في القاهره، السجين اتفرض عليه نفقه يا استاذه 50 جنيه الشهر لزوجته بس. طالما هي الزوجه محتبسه ولسه متجوزاك وما اتطلقتش، كان المسجون 4 سنين. اتحكم له ب 50 جنيه يدفعها هو في السجن. وهو في السجن. الشارع عبد الله بقى ما عفوش. قالوا طالما هي محتبسه وقاعده في البيت فرقها 50 جنيه في الشهر. يبقى هنا احنا بننصح المشاهده هنا زي ما قالت استاذه فاطمه، تروح تعمل قضيه نفقه عليه وتقول ان هو من يوم ما دخل السجن ما انفقش وانا صرفت. هتجيب بقى فلوس المدارس، هتجيب فواتير المدارس، فواتير المدارس والكلام ده كله. بس هي عشان يعني نرضي ربنا تحاول تشتري شقه لاولادها وليها عشان لما يطلعوا ربنا يطلعوا على السلامه. مظبوط. انا حابب اشكركم وحابب يعني اجدد لقائي معاكم. حلقه بجد مثمره، لسه ما خلصناش، لسه عندنا اجزاء كتير جدا نتكلم فيها في قائمه المنويات. يعني يمكن حتى جزئيه فقد قائمه المنويات لسه ما خلصناهوش، بس بوعد المشاهد وبوعد المشاهدين ان احنا نكمل ده في سلسله حلقات كتير جايه. انا شايف الامر بيهم كل المصريين، كل المشاهدين. حابب اشكر شكر خاص بجد للمستشار وليد عبد الحميد المحامي بالنقد والاداريه العليا. واقول لك شرفتنا، اسمرتنا، وشرفتنا بجد بمعلوماتك وقيمك ومبادئك اللي احنا معتادين عليها. الله يخليك يا استاذه فاطمه اللي نورتنا واستجابت ولبت النداء على طول بالشكل الانساني والقانوني قبل اي حاجه، يعني اللي بعتبرها من فريق العمل القانوني اللي موجود في برنامج دفتر احوال. شرف ليا والله وجودي معاك بجد. بشكر كل مشاهديني. هقتبس كلمه زميلي واستاذي الاستاذ وليد عبد الحميد، ولا تنسوا الفضل بينكم. دي رساله لكل اسره، لكل بيت في زوج وزوجه واهل واولاد. افتكروا الخير اللي ما بينكم، افتكروهم كويس، حتى افتكروا ولادكم، افتكروا اي لحظه خير ما بينكم. كل لحظه كويسه حاولوا تفتكروها قبل الشر. ابعدوا عن شياطين الانس. لينا معاكم حلقه. لا بلاش انا. بلاش الانا دي. معلش انا، معلش احنا اسفين، بلاش الانا. هي اللي انا شايف اللقاء جميل، بس عايز اقول لك حاجه. اول حاجه حاول الغرب يخربها في البلاد العربيه والاسلاميه الاسره. صح. قوانين وبتاع. مين فين الاب الواحد كان يشوف والده جاي من اخر الشارع يجري يطلع في البيت؟ يجري. صح. الزوجه كانت تسمع زوجها جاي تقفل الشباك وتقول فين دلوقتي؟ الراجل بيتكلم الاولاد الصغيرين بتزعق ليه؟ في ايه القيم اللي باظت عندنا؟ الاستاذه فاطمه قالت جزئيه في الانا. النهارده عيلتي شويه نفكر في اولادنا شويه، نفكر في اهالينا. مش بيجوزونا عشان يلاقونا متطلقين. صح. مجتمعنا عايزين نطلع له جيل سوي. ولادنا من حقهم ان يلاقوا اب مشاركه حياه سويه شويه. حقهم يعني ختام الحلقه فعلا. اي كلام في حاجه. انا اسف لانه الزعماء الزعماء اللي كسروا العالم وجدوا ان متطلق ام وابوه. طب بتطلع اهل المجتمع. بنشكر المشاهدين. انا حابب اشكر حضرتك المره الثانيه والاستاذه فاطمه الشكر الكامل. وبقول لكم لقائنا بيتجدد كل اسبوع. صفحه التواصل بتاعتنا موجوده، دفتر احوال على الفيسبوك، ارقامنا موجوده، وتواصلوا معانا طوال الاسبوع. استغاثات، نداءات، استشارات قانونيه، ايا كان الامر احنا جاهزين وفريق الاعداد جاهز، الفريق القانوني موجود لحل المشاكل، لمتابعه كل القضايا اللي ما بينكم، ايا كانت اجتماعيه، ايا كانت مشاكل صحيه، حتى ايا كان نوع المشكله.
هتلاقونا في دفتر احوال باذن الله. انا بقى بعد اذنك دي استنونا في دفتر احوال مع ابراهيم مختار. بالظبط. وشكرا واللقاء يتجدد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.